مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر عدد من برنامج لقاء الأسبوع، والذي يأتيكم هذه المرة استثناء من هنا من استوديو قناة البلاد للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بسوق النفط العالمية، خصوصا بعد اتفاق فيينا الأخير، وكذا مستقبل الجزائر الاقتصادي، وهل بدأنا فعلا في خلق البديل أم أن الكلام عن الخروج من التبعية للمحروقات مجرد شعارات رنانة. سيكون ضيفي في هذا العدد الدكتور شكيب خليل، الوزير الأسبق للطاقة والمناجم ورئيس منظمة أوبك سابقا، والذي سنسأله كذلك عن سر خرجاته الأخيرة الماراثونية لولايات الوطن، عن أفكاره ومحاضراته، وهل فعلا بإمكاننا رفع تحدي تنويع الاقتصاد في الوقت الراهن، كما ولا بد أن نتحدث قليلا في السياسة. دكتور، أولا أرحب بكم في هذا الحوار وأشكركم على قبول دعوة برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لكم. ربما كبداية يعني نبدأ بالحدث الأبرز، وهو اجتماع الأخير لفيينا واتفاق كبار منتجي النفط سواء أعضاء أوبك أو خارج أوبك على تخفيض الإنتاج بحوالي 1,200,000 برميل يوميا. يعني هل هذا الاتفاق أو هذا القرار يعني يخدم الجزائر حاليا؟ أظن ذلك، كما كنا نتوقعه يعني الأسعار ارتفعت قليلا، ولذلك إذا لم تأخذ المنظمة هذا القرار كان ممكن أن الأسعار تنزل يعني إلى أقل من 60 دولار، ولذلك الآن نحن في 63-64، وهذا الشيء إيجابي بالنسبة إلى الجزائر، لأنها هي تساهم بحوالي 3-4% من إنتاجها، ولذلك أظن إذا ارتفعت أكثر من ذلك الأسعار ستكون أرباح يعني بالنسبة إلى غير قرار في المنظمة. وكيف هي توقعاتكم بخصوص 2019 على الأقل؟ يعني كيف تكون، كيف راح تكون يعني الأسعار في سنة 2019؟ أظن بأن السوق س يعني يستقر، لأن يكون فيه يعني توازن، ولكن بعد تطبيقات لهذه القرارات، وهذا سيأخذ وقت يمكن شهرين أو ثلاثة، ولذلك أظن الأسعار ستصل إلى 70 دولار، ولكن ستواجه رياح مضادة من إنتاج البترول الصخري الأمريكي. صحيح. من إمكانية حرب التعرفة وما يجري بين يعني العقوبات ضد إيران. ربما شاهدنا وتابعنا يعني الرئيس الروسي بوتين يقول بأنه 60 دولار هو سعر عادل للنفط، هل 60 دولار يعني يساعد الجزائر حاليا في وضعها الحالي؟ لا أظن ذلك، أظن لأن على الأقل 83-85 يعني إصلاح يعني الجزائر في التوازن الميزانية، ولكن صعب كثير واحد يقول ما هو السعر العادل، لأن السعر العادل يتغير بالنسبة لتنويع الاقتصاد. إذا كان عندنا مثلا اقتصاد متنوع، السعر العادل بالنسبة للجزائر يكون أقل، والسعر العادل بالنسبة إلى الدول المستهلكة يعني يجب أن يكون منخفض. صحيح. ولذلك كل دولة عندها يعني أفكارها على السعر العادل يصلح يعني المصالح الاقتصادية ديالها، ولكن السعر العادل على حسابي هو السعر اللي يصلح يعني المنتجين والمستهلكين، ولكن لا يضر الاقتصاد العالمي ولا سيما الطلب من بترول. طبعا ربما أيضا تابعنا مؤخرا قرار قطر بالخروج من منظمة أوبك والانسحاب منها نهائيا يعني بداية من جونفي 2019، ربما باعتباركم ترأستم سابقا هذه المنظمة، يعني ماذا يعني هذا القرار وهل له ربما ارتباطات سياسية؟ أظنه كان قرار ردود فعل للعقوبات يعني على قطر يعني من دول الخليج ومن السعودية ومصر، ولا يغير شيء يعني في السوق العالمي من نسبة إلى قطر. هو منتج صغير، ولكن ممكن أن يعطي يعني أفكار للمنتجين الصغار، وهذا ممكن يخلي إلى مشكل بالنسبة إلى المنظمة
كي لا تستفيد يعني بمساهمة هذه الدول الصغيرة، لأنها مهمة هذه الدول الصغيرة تكون في المنظمة، لأنها لما يتقلص الإنتاج يجب أن يساهموا بمساهمتهم في وصول إلى استقرار السوق. ربما في سياق حديثنا دكتور، هناك ما يرى بأن فيه العديد من المؤشرات التي تقول بأن منظمة أوبك يعني هي في بداية نهايتها، يعني خاصة مع الهجوم الكبير على المنظمة من طرف الرئيس الأمريكي وربما انسحاب قطر، يعني هل صح هناك مؤشرات يعني لنهاية هذه المنظمة بعد أكثر من 60 سنة يعني من وجودها؟ أنا لا أعرف من قال بأن إذا أوبك لم تكن يجب أن نخلقها، لأنها كانت موجودة من قبل وجود الأوبك في إطار الشركات العالمية يسمونها يعني 7 الأخوات، يعني في ذلك الوقت هما اللي كانوا يقرروا يعني ما سيكون يعني السعر في السوق العالمي. ولكن دور المنظمة ولا سيما السعودية مهم بالنسبة إلى السوق الدولي، لأن في إطار مثلا أوضاع طوارئ يعني في السوق العالمي، يكون في حرب أو يكون أي شيء، هي الوحيدة عندها القدرة الإنتاجية لتسد الاحتياجات يعني العالمية وللوصول إلى استقرار في السوق وسد الحاجيات في الاقتصاد العالمي، ولذلك مهمة دورها في هذا حتى المجال. حتى حاليا يعني؟ حاليا، حتى في المستقبل، ولكن أظن في المستقبل ولا سيما في المدى البعيد، لما مثلا لم تكن هناك زيادة في الطلب العالمي ويستقر الطلب العالمي، لأن يكون فيه انعكاسات من حفاظ على البيئة يعني الطاقات المتجددة على الطلب العالمي للبترول، سيكون هناك بداية يعني تفكيك في المنظمة، لأنها تبدأ منافسة ما بين الدول المنتجة في ذلك الوقت، لأن السوق العالمي سيضيق عليهم ولا بد أن مثلا يتنافسون بعضهم البعض، ولا سيما الدول كما السعودية هي عندها أقل كلفة وستقدر تنافس أي بلد أخرى، ما هي أمريكا أو ولا سيما البلدان الصغيرة، يعني بدون الاعتماد على أوبك. بدون الاعتماد على أوبك هذا سيجري، ولكن ما لا أظن سيجري يعني في المدى القريب أو المتوسط، أظن في المدى البعيد، لأن الطاقات الأحفورية مهمة كثيرا اليوم، مثلا تكون 80% من احتياجات الطاقوية في العالم، ولذلك ستبقى مهمة ولو طوروا الطاقات الجديدة متجددة في ألمانيا وأمريكا وفي الصين وغير ذلك، تبقى الطاقات الأحفورية هي من أهم الطاقات الموجودة الآن من بترول وغاز. طبعا سيد شكيب خليل، ربما يعني أردت يعني أن يكون حديثنا في البداية كمقدمة أو بشكل سريع يعني حول سوق النفط حول الأوبك، ولكن حديثنا أكثر حابب يعني يكون حول الاقتصاد الوطني وحول يعني محاولة الجزائر لتنويع اقتصادها والخروج من تبعية المحروقات. مؤخرا ربما شاهدناك يعني في زيارات ماراثونية لعدة ولايات، يعني ربما البعض يتساءل ما هو السر يعني، وعلاش شكيب خليل خرج في هذا الوقت بالضبط يعني والآن بالضبط؟ يعني خرجنا من يعني منذ رجوعي للبلد في 2016، كان على أساس يعني طلب يعني من المجتمع المدني اللي طلبوا يعني في هذا النوع من محاضرات، من نوع من الاجتماعات لتنوير تثقيف يعني المواطن البسيط كما نقوله دائما، وكان على أساس تجربتنا، ولا سيما في البداية تكلمنا على يعني على التلفزة كيف نسميوها الإعلام، تكلمنا مع المواطنين مباشرة ووجدنا بأن المواطن لم تكن له يعني ثقافة في هذا المجال، يعني ثقافة بالنسبة إلى الاقتصاد، بالنسبة إلى ما هو مهم أن يعرفه وأن يعلمه، ولذلك احنا
قررنا بهذه الخرجات يعني للتواصل مع المواطن وعلى اي حال هو. هل يعني لقيتم استجابه من طرف المواطنين خلال نزولكم المختلف الولايات؟ هي لقينا استجابه كثيره على يعني الصفحه الفيسبوك، عندنا الان اكثر من 670 الف، احنا بدينا ب 2000 يعني متتابع في الاول في 2016، نحن في اكثر من 670 الف وبدينا بالسكايب في الاول، بالسكايب للتواصل مباشرة مع المواطنين، ولذلك رأينا في هذا الإطار رأينا كثير من التجاوب لتبادل الآراء والأفكار، ووجدنا بأن فيه سوق لهذا التواصل، للسوق لهذا تبادل الآراء والأفكار، ولا سيما الاقتصادية، ولا سيما بالنسبة إلى التحديات في الميدان الاقتصادي. دكتور، ربما أيضا البعض الآخر يتساءل لماذا شكيب خليل الذي بقي وزيرا في الحكومة لعشرات يعني ربما سنوات عديدة، لماذا لم يطبق كل هذه الأفكار عندما كان في الحكومة؟ يعني لماذا يعني الآن بالضبط خرج بهذه الأفكار يعني الاقتصادية؟ لا، ما خرجش بهذه الأفكار، الأفكار كانت موجودة، ولكن في وقت ما كنت وزير للطاقة والمناجم، ما كنتش يعني مسؤول على الاقتصاد، ولو حاولت يعني في كثير من مرة للدفاع عند هذه الآراء، ولا سيما في مثلا الكلام على الدعم في هذاك الوقت، وحاولنا يعني على الأقل باقتراحاتنا بالنسبة إلى ارتفاع في أسعار المشتقات بطريقة يعني بسيطة كل سنة، كي لم نواجه يعني هذا النوع من المشكل اللي عندنا الآن، وهو أكل من الاحتياطي بالعملة الصعبة عن طريق يعني الدعم الأسعار الذي نجده اليوم، ولذلك لم نقدر في ذلك الوقت أن ندافع على هذا النوع من ربما من البحبوحة كانت يعني سلبية على الجزائر خلال الفترة السابقة. يعني هي دائما هو يسمونه الاقتصاديون يعني مرض الهولندي، مرض الهولندي، هي بحبوحة من نوع مثلا تصدير في هولندا، كان عندهم تصدير الغاز بكثرة، في تشيلي عندهم تصدير النحاس بكثرة، في ماليزيا كانوا حتى هما عندهم يعني تصدير البترول وغير ذلك، وهذا عنده تأثير على تقوية العملة المحلية، العملة المحلية تتقوى، ولذلك الاستيراد يكون أقل كلفة من إنتاج نفس المواد والمنتوجات والخدمات في يعني في البلد نفسها، ولذلك في هولندا يسمونه المرض الهولندي لأنه قتل يعني الصناعات والفلاحة يعني اعتماد على منتج واحد فقط، على منتج واحد، ولكن بعد تقوية العملة المحلية بعد تصدير كل هذه الكميات الكبيرة من الغاز في هولندا طبعا. ولذلك هذا الاسم يعني بقي يطبق على دول كما الجزائر، كما السعودية، كما نيجيريا، كل هذه الدول المنتجة مصدرة عندها نفس المشكل في تقوية العملة المحلية، ولم تتطور يعني الفلاحة، تطور الصناعة المحلية، تطور كثير سياحة. من السياحة وغير ذلك، لأنها تتطلب يعني عملة تكون مثلا مفيدة للتصدير ولا للاستيراد، ولذلك لما العملة تتقوى كما تتقوت في المرحلة 2000 إلى 2010 يعني هذا يعني لا يشجع في الإنتاج وتصدير المواد والمنتجات من الدولة إلى الخارج. طبعا ربما حديثنا عن المرض الهولندي والمرض الجزائري إن صح التعبير بالتبعية المفرطة للمحروقات، ربما شاهدنا الحكومات المتعاقبة كلها يعني تقول بأنه لازم نخرجوا ولازم نخرجوا ولازم نخرجوا، ولكن ما خرجناش لحد الآن. يعني هل فيه أمل أن نخرج صح من تبعية المحروقات في ظل الأوضاع الحالية، في ظل الإجراءات الحالية، في ظل ما يتم القيام به حاليا؟ أنا يعني أنا أبتعد عن الكلام يعني الأكاديمي يعني الاقتصادي، أتقرب أكثر لتجربة البلدان الأخرى، ولا سيما تجربة البلدان المصدرة لمنتوج واحد كما قلت من قبل هولندا، الشيلي، ماليزيا، هولندا، ماذا فعلوا للخروج من تبعية يعني أن نختفي أثرهم؟ أيوة، ولذلك هما يعني صار فيه تغيير هيكلي
في هذه الاقتصاديات كي يعني يحسنوا في تسيير يعني الإدارة، في تحسير الشركات، لتكون هناك تركيز على أحسن استعمال للموارد البشرية، للموارد المالية، للموارد الطبيعية تابعة للبلد، ولربح العملة الصعبة بمستوى تعطيك الاستقلالية الحقيقية، لأن الاستقلالية الحقيقية هي إمكانيات البلد تشتري ما يلزمها في أي يعني وقت، في أي أوضاع تكون أوضاع سلبية أو غير أوضاع أخرى. ولذلك إذا تبعنا هذا النماذج تبعتها ماليزيا، ولكن نتكلم على حتى الدول الأخرى اللي طورت كل ذلك، هو كان على أساس التغيير هيكلي للتركيز على استعمال أحسن استعمال لمواردنا البشرية والموارد المالية في يعني خلق فرص عمل، تحسين القدرة الشرائية، وبنفس الوقت دائما يعني يحميوا الفئة الفقيرة من المجتمع، لأن هي يعني تعطيهم الضمان للاستقرار الاجتماعي والسياسي. ربما في ظل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، شاهدنا ولا تابعنا مؤخرا يعني الحكومة اتخذت إجراء ما يسمى أو ما بات يصطلح عليه التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف وسط عامة الشعب بطباعة الأموال. ربما هذا الإجراء انتقده غالبية الخبراء الاقتصاديين بما فيهم أنتم دكتور. صحيح، يعني حتى يعني الوزير الأول مؤخرا تابعناه يعني دافع بشكل كبير يعني على هذا الإجراء رغم معارضة كل خبراء الاقتصاديين، وقال بأنه سيستمر حتى 2022. يعني هل يعني ممكن نستمر في ظل هذا الإجراء حتى 2022؟ كيفاش راح تكون انعكاسات هذا الإجراء؟ يعني لا شك بأن كل المختصين في المجال هذا يعني يظنون بأن طبع يعني العملة بغير مقابل يعني تخلق أولا انخفاض في القيمة العملة المحلية، لأن لما تعرض أكثر من العملة المحلية تخفض من قيمتها يعني في السوق المحلي، والتخفيض غير مباشر، والتخفيض هذا ينعكس على التضخم. صحيح. لأن لما يكون عندك أموال كثيرة ولكن نفس البضائع نفس المنتوجات، لذلك أسعارهم سترتفع لأن في هناك يعني زيادة في المعروض يعني بالأموال النقدية في السوق. ولذلك بنفس الوقت لا يغير كثيرا أو لا يغير حتى في خلق فرص عمل أو في تحسين القدرة الشرائية وحتى في حماية يعني الفئة الفقيرة، لأن تدهورت الأوضاع ديال قدرة المعيشة وهذه الفئة يؤثر بشكل مباشر على هذه الفئة. أيوة صحيح. وبنفس الوقت لم يغير في اتجاه الاقتصاد الوطني، أي الاتجاه ما زلنا بالريع البترولي نستعمله، وبنفس الوقت نحن نستهلك أكثر وأكثر من الاحتياطي بالعملة الصعبة الموجودة. ولذلك ما هو الفعل إذا خلصنا العملة الصعبة؟ من أين تأتي العملة الصعبة كي نشتري كل التزاماتنا يعني في المستقبل من مواد ومنتجات اللي هي مهمة بالنسبة إلى الصناعة وبالنسبة إلى المواطنين؟ لا يوجد بديل حاليا يعني. لو تخلص العملة الصعبة راح يعني نفلسوا واحنا ما نلقاوش يعني بديل حاليا. ربما أيضا في إطار حديثنا حول العملة، يعني طرحتم مؤخرا فكرة تغيير العملة الوطنية، يعني كيف يعني ممكن نغير العملة الوطنية حاليا، وش هي الفائدة هذا الإجراء؟ هذا يجب أن يعني أنه نفرق يعني بين ما تكلمنا عليه الآن، وهي يعني طباعة الأموال، وهذه المسألة مثلا لتغيير العملة هي أشياء
يعني غير مشابهة، كل شيء يعني عنده اتجاه وعنده يعني انعكاسات أخرى. ولذلك طبع العملة، ماشي طبع العملة ولكن إنشاء عملة جديدة، هي تتطرق بالخصوص للسوق الموازي. السوق الموازية في الجزائر تكون يعني نسبة ضخمة من الاقتصاد الوطني، وهذا غير موجود في أي بلد يعني كان. وهذا جاء بانعكاس سوء الإدارة في هذه المجالات، لأن كيف يخلق يعني السوق الموازية؟ السوق الموازية يعني يخلق لأنه الإدارة لم تعمل بتفاعل مع المتعاملين في السوق، تساريح وفيه مشاكل بالتعطيل وغير ذلك، وهذا اللي يخلق يعني السوق الموازية. يعني ولذلك هذا يعطيك يعني تأشيرة على نوع الاقتصاد اللي عندنا موجود، ولذلك يجب أن نتطرق إليه وبهذا بالطريقة كي تمتص كل الأموال النقدية الموجودة في هذا السوق الموازية، كي ندرجها في النطاق الرسمي أي النطاق البنكي، وتستعمل في مصلحة الاقتصاد الوطني. هذه هي. ولكن يعني هو الهدف يعني هي أول هذا، ولكن يجب أن نطبق أشياء أخرى، ما فيها مثلا استعمال فاتورات، ما فيها خلق مثلا بنك جزائري في الخارج. مثلا اليوم أنا قرأت بأن مغتربين المغاربة مثلا يرسلون حوالي 7.4 مليار سنويا، مغتربين جزائريين يعني يرسلون حوالي مليارين. هذا ما كان يعني لما تشوف الفرق في رغم انه عندنا مغتربين بزاف يعني وعندنا مغتربين اكثر. ولذلك اين يذهب الفرق؟ يذهب الى هذا السوق الموازيه كل سنه. لذلك عنده دور رهيب في هذا المجال، ويجب ان نتطرق الى السوق العملة الصعبة التي يتداول بها المتعاملين في هذا السوق، ونخلق هذه المكاتب الصرف كي نسيطر على هذا السوق، كي يستعمل في مصلحة الاقتصاد الوطني. ولذلك إذا طبقنا إنشاء هذه العملة سنصل، ولكن ماشي بالطريقة اللي يعني نعطيه لأي واحد عنده العملة القديمة نعطيه جديد، لا، يجب أن يكون له حساب في البنك كي نجلبه يعني هاد يعني الأموال. ما في مستقبلي ولتعاملاته عبر البنك يعني. أيوة. وليش كما وبنفس الوقت يعني. وبنفس الوقت يدفعون الضرائب، لأن الآن متعاملين في هاد السوق لم يدفعوا الضرائب. إذا كانوا يدفعوا الضرائب ممكن ما نطبعوش الأموال. والحكومة وعلاش يعني ما مشاش في هذا الإجراء؟ رغم انه كثير من الخبراء يعني دعوا لهذا الاجراء، لا اعرف، ولكن اداروا القرض السندي اظن دول اخرى مثلا الهند بعد سنه يعني غيرت عمله ديالها. كان فيه يعني دراسات وكان تخطيط وكان فيه يعني انضباط في يعني التطبيق لهذا التغيير ونجحوا، ولو كان فيه يعني مشاكل، لأن المضاربين يعني حاولوا استعمال الفقراء يعني للفقراء، لا يستعملوا الفقراء باش يعني يسربوا كل الأموال ديالهم ومن بعد الفقراء يرجعوا لهم هذه الأموال، ولذلك رايحين يستعملوا يعني آليات كي يبقوا بهذه القوة يعني في السوق. في إطار حديثك على مكاتب الصرف، ربما السؤال اللي يتسأله كل جزائري يعني وعلاش سكوار ولات إمبراطورية في الجزائر؟ يعني رغم أنه دائما ندعي ونقوله لازم مكاتب الصرف لازم مكاتب، ولكن لا حياة لمن تنادي. لا أعرف شخصيا، لا أعرف يعني، يجب أن يدرس كل ذلك، ولكن مكاتب الصرف موجودة في كل البلدان المجاورة، إلا في الجزائر. إلا في الجزائر. حتى أعتقد دكتور يعني في حال يعني أردنا أن نطور السياحة بدون مكاتب الصرف. ولا سيما. ولا سيما السياحة يعني. مثلاً السائح يروح على أضرار أو يروح على
بالشهر ولا يروح على ثمن راس التويشي، يعني لم يقدر يعني يغير العملة ديالو إلى العملة المحلية ويستعملها يعني في، ولذلك حاجز بالنسبة إلى السياحة، ولكن ماشي غير الحاجز الواحد، يعني فيه حواجز كثيرة بالنسبة إلى السياحة، وهذا ممكن نتكلموا عليه من بعد. نتكلموا عليه في الجزء الثاني دكتور. أشكرك على كل التوضيحات اللي قدمتها في الجزء الأول. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم هذا الحوار مع الدكتور شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الأسبق والرئيس السابق لمنظمة أوبك. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا الجزء الثاني من حوارنا مع السيد شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة والمناجم. دكتور، يعني نستكمل هذا الحوار، ربما نتطرق الآن أكثر لمجال الاستثمار، وربما مجال مهم جدا حاليا خاصة مع الوضع الاقتصادي الجزائر. مؤخرا تابعنا شكيب خليل ينتقد بشدة يعني فرنسا، خاصة من حيث اللغة ومن حيث الاستثمار، يعني وقلتم يعني مثلا في الجزائر وعلاش مازال نعتمد على اللغة الفرنسية في كافة تعاملاتنا، خاصة في التعاملات البنكية والتعاملات الاقتصادية. وأيضا استغربتم حسب يعني وش تصريحكم يعني أن المستثمر الأجنبي لما يحب يعني يستثمر في الجزائر لازم يجوز على باريس. يعني صحيح، أنا قلت ذلك لأن عندنا يعني ثقافة، يعني تاريخنا يعني بالعلاقات مع فرنسا، وبقية يعني العلاقات التجارية وعلاقات البنكية وعلاقات الشخصية لكثير من رجال الأعمال وغير رجال الأعمال. وما لاحظته مثلا في منتدى الاقتصادي في واشنطن أن رجال الأعمال الجزائريين لم يتكلمون يعني الإنجليزية، ولذلك كانت عندهم صعوبة كبيرة للتواصل مع المستثمرين. واللغة مهمة جدا في مجال الأعمال، واللغة مهمة، ولذلك وبنفس الوقت فيه كثير من المستثمرين الأجانب يجب أن يمروا على باريس، لأن هناك فيه مكاتب يعني المحامين، فيه مكاتب الدراسات، فيه كيف مثلا تدرس يعني السوق الجزائري، العقلية الجزائرية وكل ذلك، ولذلك يمرون على باريس للوصول إلى الاستثمار هنا، ولذلك هذا موجود. يعني هل يجب تغيير يعني هذا الواقع؟ هذا الوجيد، الطريقة الوحيدة هي ما نقترحه هو تغيير في المحيط، ومحيط الاستثمار نتكلموا عليه من بعد، وكيف يعني نتطرق إلى الاستثمار الأجنبي بأكثر عدالة، بأكثر شفافية، بأكثر يعني أحسن تسيير وغير ذلك، كي لم يجب عليه أن يمر من باريس وأن يجي مباشرة إلى الجزائر. لأن تكون هناك قواعد متينة، شفافة، واضحة، ولا يعني تعطي الأفضلية لأحد بالنسبة إلى أحد آخر، وكل ذلك يعني سيعمل في هذا الشيء. بالناحية الأخرى، أنا تكلمت إن كثير من الدول التي نجحت وتتكلم اللغة الإنجليزية ولا تتكلم يعني اللغة الفرنسية، ولا سيما كثير من البلدان في إفريقيا، فيها إثيوبيا، فيها رواندا، فيها إفريقيا الجنوبية وغير ذلك تتكلم اللغة الإنجليزية، ولا أرى بأن كثير من الدول تتكلم الفرنسية يعني تطورت بهذا يعني الوتيره. يعني ربما اللغه الفرنسيه مرادف للتاخر والتخلف الان في افريقيا. الان لان كما اقول اللغه الانجليزيه هي لغه العلم والمعرفه والتكنولوجيا والاعمال. حتى في فرنسا دكتور، تابعنا رئيس الوزراء الفرنسي يدعو يعني الطلبه الفرنسيين لتعلم اللغه الانجليزيه، وقال لانه باش نغزو يعني العالم لازم تعلموا اللغه الانجليزيه. يتعلموا اللغه الانجليزيه في الابتدائي، وحتى البرلمان الأوروبي يتكلم بالإنجليزي يعني في البرلمان الأوروبي، ولكي متخرجين من الجامعات ديالنا
يعني يتواصلون يعني يتواصلون مع يعني رجال الأعمال، يتواصلون يتعلمون الاقتصاد باللغة الإنجليزية، لأن كل المنشورات في الاقتصاد كلها باللغة الإنجليزية تترجم إلى العربي أو تترجم إلى على الأقل واحد يتعلمها بلغتها يعني الأساسية. ولذلك مهمة بكثير لغة الإنترنت مثلا كلها إنجليزية للتواصل وغير ذلك. والمهم هو عندما نتعلم اللغة الإنجليزية تسهل علينا العلاقات مع الدول أنجلوساكسونية. ولذلك الرجل الأعمال لم يتكلم إنجليزي يذهب إلى واشنطن أو إلى شيكاغو ولا يستعمل مترجم غير كافي لتطوير حتى في مؤتمر دافوس مثلا الإنجليزية هي كلها الإنجليزية. صح. ولذلك أتكلم كثيرا عن ذلك وأشجع الجامعات مثلا أن يدرسوا اللغة الإنجليزية، لأن هذا ستساعد متخرجي الجامعات في كل المجالات في المستقبل ولا سيما في التكنولوجيا الجديدة. يعني دكتور أفهم من كلامك أن حديثك عن اللغة الإنجليزية واستبدالها باللغة استبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية يعني يأتي من منطلق علمي، مش يعني مثل ما تقول بعض، يعني قرأت في بعض الصحف أنه شكيب خليل يعني محسوب على المحور الأمريكي ويحب يعني أنه أمريكا تولي يعني مسيطرة في الجزائر. لا حتى احنا تعلمنا فرنسي حتى البكالوريا ومن بعد درسنا بالإنجليزي يعني باللغات الأخرى. ولذلك نرى اليوم بأن تعطينا يعني تعطينا حتى لشخصيتنا يعني تعطينا كثير من إيجابيات يعني بالنسبة إلى التفاعل مع الإعلام. مثل إعلام لما تكلم مع بلومبرغ ولا تكلم مع CNN ولا تكلم عنده انعكاس كبير على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي يتكلم الإنجليزي أو إذا لم يتكلم يفهم الإنجليزية. ولذلك إذا أنت تتكلم مع فرانس 2 ولا تتكلم مع فرانس 24 بالفرنسي مثلا من يسمع لك؟ صحيح، من يسمع لك؟ يعني يسمع لك يعني خاصة المستثمرين العالميين يعني يتابعوا بلومبرغ ويتابعوا CNN. تتكلم مع بلومبرغ، تتكلم مع CNN، عندك يعني انعكاس كبير يعني على المجتمع العالمي. دكتور ربما ننتقل إلى سياق آخر في إطار الاستثمار. بالمناسبة يعني هناك قطاعات في الجزائر ربما قطاعات يعني فتية، قطاعات فارغة يعني ما فيهاش أي استثمار، ما فيهاش أي تقدم، خاصة قطاع مثلا الفلاحة، قطاع السياحة، قطاع الخدمات، خاصة قطاع الخدمات. يعني وعلاش الجزائر يعني ما تفتحش المجال من أجل الاستثمار في هذه القطاعات؟ صحيح، يعني لم تجني كثير حتى بالعملة المحلية من ضرائب ورسوم، ولا تجني شيء بالعملة الصعبة. ولذلك تنويع الاقتصاد الهدف يكون ربح العملة الصعبة من هذه القطاعات، من السياحة، من الصناعة، من طبعاً الفلاحة وغير ذلك، بعد تسديد الحاجيات الجزائر، لأن أنت لم تقدر تصدر إلى لم يعني توصل إلى اكتفاء ذاتي، ولا ذلك احنا نراه في اسمنت ما كناش يعني نصدروه من قبل، الآن احنا نصدروه لأنه صار فيه اكتفاء ذاتي وانخفض السعر بكثير. هذا هو الانعكاس الإيجابي على المواطنين. لما تبقى تصدر يعني منتوجات فلاحية ولا صناعة غذائية وغير ذلك تبقى تنافس في السوق العالمي، ولذلك يجب أن الأسعار في البلد تكون أقل لكي تمكن للمنافسة في العالم، لأن يجب أن تنقل هذه البضاعة على البحار وعلى كل يعني النقل هو يكلف بكثير وتسويق وغير ذلك. ولذلك السعر يجب أن يكون أقل بكثير في الجزائر كي تمكن في، وهذا نراه في الأسمنت. ولذلك سياسة التصدير مهمة بالنسبة إلى الدول المنتجة في الفلاحة، في الصناعة، في الصيد البحري وغير ذلك. احنا حاليا ما نصدروا والو تقريبا. حاليا تقريبا ما نصدروا والو، احنا نصدروا بتروكيماويات يعني، ولكن هي جاية من قطاع المحروقات.
لا لا يعني خارج المحروقات ما فيش، يعني فيش مداخل للدولة يعني من خلال يعني خارج ليس المحروقات فيه يعني حاليا. بمعنى الكلمة ما فيه يعني عملة صعبة يعني جاية من هالقطاعات يعني احنا نتكلم عليها. القاعدة 51-49 دكتور هي دائما تثير الجدل، ودائما بعض يقدسها والبعض يرمي بها، يعني يقول لك ما نستعرفوش بها، يعني ما لازمش نستعرفوا بها في المجال، في مجال الاستثمار، في مجال الاعمال، في مجال الاقتصاد، في عالم اليوم. يعني كيف وراه موقف الدكتور شكيب خليل؟ أنا يعني أنا أولاً هي قاعدة، هي من يعني قواعد في المحيط يعني الاستثمار، هي من إحدى النقاط يعني السلبية بالنسبة إلى جلب المستثمرين للجزائر، ولذلك يجب أن ننظر إلى هذا المحيط. ونحن مثلاً في المرتبة 154 بالنسبة إلى كل الدول في هذا المجال، أي في المحيط الاستثمار، يعني متأخرين كثيرا. يجب أن نتطرق إلى هذا كي يعني نجلب أكثر من مليار دولار في السنة اللي احنا نجلبها اليوم. احنا نجلب اليوم غير مليار دولار، الدول الجوار تجلب على الأقل 4-5 كل سنة، فرق كبير، حتى الدول الصغيرة. ولذلك يجب أن يعني نغير من كل هذا المحيط ما فيها القاعدة 51-49. يعني تدعو للاستغناء عن هو القاعدة أولا لم تطبق بكل عدالة وبكل شفافية لكل يعني المستثمرين، هذه أول شيء. ثاني شيء، لم نعرف كم من مستثمر يعني لم يأتي للجزائر لأن فيها هذه القاعدة. وثالثا هي قاعدة بيروقراطية، مش قاعدة يعني قررناها على أساس المشاريع، لأن فيه مشاريع مثلا تتطلب 60-40، كان مشاريع تتطلب 20-80، ولكن احنا يعني نطلبوا تطبيق نفس في المحروقات، في الكهرباء، في الفلاحة، في الصناعة، في كل المجالات يعني. ولذلك المهم يجب أن يعني يكون واضح بالنسبة لنا المهم بالنسبة إلى الجزائر. ما هو المهم؟ المهم هو يكون المشروع ناجح، كي يعني يكون لنا الضرائب والرسوم كي نستعملها لتحسين التعليم. هذا هو المهم. يعني لما كانش عندنا ضرائب ورسوم المشاريع، لم تكن المشاريع لم تكن ضرائب أولا. ثانيا، إذا كان المشروع غير ناجح لأن لم نستعمل العدالة والشفافية وغير ذلك، لم يأتي بالضرائب. إذا عندنا الضرائب ممكن نحسن في التعليم، نحسن في الصحة، نحسن في خلق يعني خلق فرص عمل، لأننا نقدر نستثمر ونخلق هذه الفرص عمل، نحسن في القدرة الشرائية، ولا سيما نغطي يعني ونحمي هذه الفئة الفقيرة تبع المجتمع، لأن يجب أن يكون لك مداخل كي تغطي يعني احتياجات هذه الفئة من سكن، من تعليم وغير ذلك. ربما مؤخرا يعني صرحتم بتصريح يعني أثار بعض الجدل، وحتى أن سونالغاز رجعت عليكم بخصوص شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، يعني وقلتم بأنه عندها يعني عندها أفضلية في هذا المجال، والقاعدة 51-49 يعني عندها 51 والجانب الجزائري 49، ولكن سونالغاز قالت بالعكس يعني. لا صح، عنده سونالغاز عنده، أنا كنت خاطئ في الاسم لأن أنا تكلمت عن جنرال إلكتريك في بطنة، ولكن جنرال إلكتريك عندها شركة أخرى اسمها الجيسكو، وعندها يعني الأغلبية في هذه الشركة الجيسكو، ولكن في إطار المشروع في بطنة يعني جنرال إلكتريك عندها يعني القدرة للتسيير، عندها القدرة لأخذ القرارات المهمة، ولذلك هي نقولوا تغطية الشمس بالغربال بهذه القاعدة 51-49، ولكن في الحقيقة لها كل القدرات لمساهم يعني الأغلبية يعني تتخذ القرارات بأريحية يعني. أيوة صح. وأنا تكلمت الكثير على ما هو يعني ما هي القاعدة، أحسن قاعدة. أحسن قاعدة هي تكون على أساس مفاوضات ما بين الشريك الجزائري والشريك الأجنبي والبنك الممول،
لأن يعني ثلاث أطراف، ثلاث أطراف، لأن البنك يحب يرجع يعني الأموال جلب، لذلك هو يحب يكون المشروع ناجح ويفعل المستحيل من أجل إنجاح، والشركاء يحبوا بأن المشروع يكون ناجح، ولذلك كل واحد يساهم ما هو فيه أحسن. مثلا الجزائري نقولوا عنده مثلا تسير، عنده يعرف كيف يسير، أو عنده العلاقات يعرف كيف يمشي المشروع، ولذلك يكون عنده دور في المجال. إلى عنده أموال مثلا كثيرة، عنده رأس مال وغير ذلك، ويقدر على المساهمة على أساس هذا المشروع، يقدر يساهم أكثر، ولذلك يقدر يأخذ يعني نسبة. ولكن إلى جاك شريك بتكنولوجيا جديدة مثلا، لم يأتي إذا لم تعطيه يعني الأغلبية، لأن هي تكنولوجيا جديدة، يقدر يمشي أي بلد. ولذلك هذه القاعدة يجب أن يعني تغير على حسب نوع المشروع. كان المشروع سهل لمثلا إنتاج الحليب ولا إنتاج الخبز ولا غير ذلك، هذا سهل، هذا ماشي استراتيجي وغير ذلك، أي واحد. وعندك شيء آخر وهو الروبوتيك، وهو تكنولوجيا متقدمة، يجب أن، وبنفس الوقت إذا هذه التكنولوجيا الجديدة يعني تساعدك في أرباح أموال بالعملة الصعبة كثيرة، تساعدك في حل مشكل في تنويع الاقتصاد ديالك، يعني هذه مهمة، هذا يجب أن تأخذ أهمية على القاعدة. يعني دكتور لو جينا أبل حاليا شركة عملاقة نقول لها 51-49 يعني ما عادش تمشي معنا. ولهذا لم تكن هنا، ولكن طبعاً موجودة في الدول الجوار دبي، موجودة في الدول الأخرى. طبعا دكتور ربما داهمنا بزاف يعني الوقت، وساعة ربما لا تكفي للتطرق لكل المواضيع خاصة في الاقتصاد، يعني مواضيع متشعبة جدا. ربما نتحدث أيضا على قضية تركيب السيارات في الجزائر، هذا الملف المثير جدا جدا للجدل. شاهدنا ولا تابعنا مؤخرا وزير الصناعة يقول بأنه الجزائر لن تصنع سيارة محلية إلا بعد 30 سنة، والجزائري ما يصبرش يعني، ديجا ما صبرش 3 سنين 4 سنين، كيفاش يصبر يعني بهذه الاجراءات بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه يعني 30 سنه؟ يعني اظن ان عندنا يعني استراتيجيه في القطاع الصناعه تاخذ بعين الاعتبار يعني الميزات يعني النسبيه، لي زافونتاج كومباراتيف ادفانتجز للجزائر، لأن احنا عندنا ميزات هي الطاقة، هي المعادن، صحيح، هي الصناعة الأغذية وغير ذلك، ولذلك يكون لنا يعني الأفضلية لكثير من الصناعات الأخرى، صناعات الإسمنت، صناعات الحديد والصلب، صناعات الألومنيوم، صناعات الأسمدة، صناعة كما قلت الأغذية وغير ذلك. كل هذه يعني يجب أن نتوجه إليها، ولا سيما الصناعات التي تأتينا بأرباح بالعملة الصعبة، وفي هذه الاستراتيجية يجب أن يكون هناك مشاريع تربحنا يعني العملة الصعبة بسرعة، فيه مشاريع اللي تاخذ وقت كي 5 إلى 10 سنوات، وفيه مشاريع اللي تاخذ المدى الطويل، ولكن يعني فيها يعني صناعة تغير الاقتصاد ديالنا. ولذلك الصناعة تركيب السيارات استعملتها، لأن احنا على صفحتنا الفيسبوك انشرنا دراسة من يعني من هندي، يعني أصله هندي، وهو يعني تجربة هندية، مستشار درس كل التجارب موجودة في آسيا، ما فيها الصين، كوريا الجنوبية، فيها إندونيسيا، فيها تايلاند، فيها الهند نفسها. ولذلك أنا انظرت ودرست يعني هذه الدراسة، ورأيت بأن الدول يعني تابعوا استراتيجية مختلفة. مثلا تايلاندا تابعت يعني استراتيجية ناجحة، وهي صناعة القطاع، قطاع غيار السيارات، ولذلك بدأت
ستصدر في هذا القطاع، والآن صارت يعني من أحسن الدول في المنطقة للقطاعات، وبنفس الوقت بدأت في تركب السيارات من بعد ذلك من خلال القطاع اللي تصنعها يعني محليا. ولذلك هذه استراتيجية، إندونيسيا استعملت نفس استراتيجية الجزائر، أي تركيب السيارة من الأول، وحتى الآن وهذا صار لها 40 سنة يعني لم تصل إلى يعني تركيب السيارات على أساس القطاعات مصنوعة يعني تصنع محليا يعني. لأن في القطاعات فيها فئات، فيها من الفئة الأولى إلى الفئة الثمانية. الفئة الأولى سهلة، هو المطاط، هو الحديد، البلاستيك، يعني الأشياء هذه، ومن بعد تكون أصعب وأصعب المحرك من ناحية الصناعية، من ناحية التكنولوجية، وهذا سيأخذ وقت وأخذ طويل، ويلزم إذن دعم دائم من طرف الدولة كي تصل يعني لتركيب السيارات، وتكون سيارات يعني منافسة من ناحية السعر وغير ذلك للسيارات يعني مستوردة. ولكن في الجزائر ربما لو يعني اتخذنا أو رحنا في التجربة التايلاندية لكان أفضل يعني، وكان يعني حاليا هناك من يقول بأنه احنا درنا العربة قبل الحصان يعني، يعني في التركيب وغلقنا الاستيراد ودرنا يعني في تجربة يعني تجربة، أنا أظن تجربة بين هذا وهذا هي أظن أحسن استراتيجية، يعني تعمل التركيب وبنفس الوقت تطور كما تفعله المغرب. المغرب القطاعات مثلا تصنع قطاعات مشابهة للسيارات، حتى القطاع تاع الطيران تاع البواخر وغير ذلك، لأن هي ممكن نفس القطاع تصنعه، ولذلك وبنفس الوقت عندها التركيب، يعني تركيب السيارات موجود، ولكن هي استراتيجية أحسن لكي تفادي يعني الأخطار بين هذه الاستراتيجية والاستراتيجية الأخرى. ولكن على أي حال يجب أن لم نركز غير على تركيب السيارات، يجب أن استراتيجية صناعية نطلق صناعات أخرى، نطور صناعات اللي عندها مردودية طبعا، عندها مولي أكبر وعندها أرباح بالعملة الصعبة وغير ذلك، وتطوير الأسواق وغير ذلك. ربما نمشوا يعني لسياسة الدعم الاجتماعي، أنتم يعني عندكم فكرة يعني حول طريقة تنظيم ومعالجة هذه السياسة اللي يعني الكل يجمع حتى الحكومة يعني تجمع أنه أي تأثر بشكل سلبي بزاف يعني على الخزينة الدولة. صحيح، أود أن أوضح يعني لماذا يجب تغيير لهذه السياسة الدعم الأسعار، لأن هي موجودة غير في الجزائر أو الدول مشابهة يعني منتجة مصدرة للبترول غير ذلك، ولكن لم تجدها يعني في الدول متقدمة أو الدول النامية متقدمة وغير ذلك، ولذلك يستعملون هما الدعم المباشر النقدي للفئة الفقيرة مباشرة. ولذلك أتكلم على الدعم لإنعكاساته على المصارف الدولة، لأن مصارف الدولة تزداد، لأن الدعم يعطى لكل السكان حتى الأجانب والسياح والجيران حتى الجيران وغير ذلك، ويستهلك أكثر وأكثر لأن عدد السكان يزداد. ولذلك مثلا كنا 30 مليون في 2000، الآن احنا 42، ولذلك دعم الأسعار سيزداد، يعني المبلغ الذي تصرفه الحكومة يزداد يعني كل سنة يزداد أكثر، ولذلك إلى مداخل الحكومة محدودة وهي تصرف نقولوا غير على الدعم وعلى الاستثمار، إلى الدعم يزداد رتقلص من الاستثمار، ولكن الاستثمار مهم لخلق فرص عمل وتحسين القدرة الشرائية ولتغطية هذه الفئة عن طريق الضرائب وغير ذلك، ولذلك يؤثر على الاستثمار الدولة. ثانيا يؤثر على الاستثمار القطاع الخاص محليا، لأن في القطاع الخاص محليا إذا انتج نفس المادة المدعمة مثلا سيصل إلى السوق بالسعر المدعم، وهذا لم يعطيه له يعني المردودية الكافية، ولذلك لم يشجع. عطينا الحل دكتور كيف يعني ممكن لم يشجع؟ أتكلم بأنه هو خطير،
ما عندناش خيار. صحيح. لغيار في النموذج هذا. الشيء الاخر اللي هو اخطر هو ناكل في الاحتياطي بالعمله الصعبه ديالنا. كيفاش؟ في 2000 كنا نستهلكوا 20% من مليون برميل اليوم، يعني كنا نصدروا 800 ألف برميل اليوم في 2000. اليوم احنا ناكلوا 40%، نصدروا 600 ألف برميل في اليوم، هذا ما كان. ولذلك تتقلص الكمية ديال العملة الصعبة اللي احنا نربحوها عن طريق الريع البترولي، ولكن ما نوعناش الاقتصاد. ولذلك بنفس الوقت ليس فيه عدالة بالنسبة إلى الفئة الفقيرة، لأن القرارات تقارير تاع الهيئات الدولية تبين بأن الفئة الهشة تستفيد غير ب 25% من يعني الأموال هذه الدعم، يعني 75% روح للأغنياء روح للميسورين يعني في هذا المجال. وهذا شيء باين، لأن الفقير لم يستهلك كثير من حليب ومن خبز ومن كهرباء. صحيح. ومن غاز وغيره. هو دكتور يعني هو الأمر الذي يتخوفه الجزائريون أنه ينعكس هذا سلبا، لو يعني نحو هذا الدعم الاجتماعي ينعكس سلبا على الفئة الهشة، يعني هذا الفقراء يعني، وهذا اللي ما يقدروش يعني ما اللي يخلص يعني 1800 ألف ما يقدرش يعني يعيش بلا دعم اجتماعي. صحيح. ولذلك نتوجه إلى ما يفعلوه كل الدول الأخرى، ما هي يعني التركيز على الفئة الفقيرة لهذا الدعم المباشر ونقدي، كي يعني نسد احتياجاته من سكن ومن تعليم ومن صحة وغير يعني المصاريف الأخرى. يعني فيها تجارب ناجحة ممكن يعني نقلدوها، يعني نعاودهن نخدموا كما داروا معنا. نفس الشيء يعني هما مستعملة منذ زمان في فرنسا، في أمريكا، في الدول الأخرى مستعملة. ولذلك يحافظون في مثلا في أمريكا فيها 40 مليون فقير على 360 مليون يعني مواطن. فيها 40 مليون يعطيهم يعني مساعدة في السكن، يعطيهم مساعدة في التعليم، يعطيهم في الصحة وغير ذلك، ولذلك يغطيه. ولكن السوق يبقى سوق مفتوح، كي واحد يقدر يستثمر، تكون الدولة على الأقل توفر أموال كبيرة من هذه الناحية، تقدر تخلق مناصب شغل، وهذه المناصب شغل تصلح لهذه الفئة. لأن ما هو الحل الحقيقي لهذه الفئة؟ هو نخلق فرص عمل كي لم يلجأوا إلى مساعدة يعني الدولة. يعني الجميع يحسن قدرته الشرائية. إيه؟ يعني إذا حسن القدرة الشرائية ووجد عمل، لماذا يطلب يعني مساعدة الدولة في هذا المجال؟ ولذلك الحل حقيقي هو نخلقوا هذا. ولكن يعني بعيدا عن قضية إيجاد الفرص الشغل، يعني ربما تقترح يعني أنه نوجه يعني المساعدات هذه بشكل نقدي للفئات المعنية مباشرة، ولذلك يعني دون ما يكون يعني التوجيه مباشر للدعم الاجتماعي. أيوة صحيح. وكيف نعمل ذلك؟ هو عن طريق اللي عملوها الناس الأخرين، تسجيل يعني الناس اللي يظنوا بأنهم يجب أن يستفيدوا من ذلك، يسجلوا نفسهم. وعندنا الإحصائيات في الضمان الاجتماعي، في فاتورات الغاز والكهرباء وغير ذلك، وتعرف يعني شكون هي الفئات، ويكون فيه تحيين وتكون فيه مراقبة، كي مثلا إذا فئة وجدت شغل وغير ذلك لم تستحق يعني تزيد يعني في هذا يعني الدعم المباشر والنقدي. دكتور، نتحدث على في الجانب السياسي، كما قلت في المقدمة، يعني الجزائر المقبلة حاليا على رئاسية 2019، هناك الكثير من الكلام، هناك الكثير من الفرضيات والسيناريوهات. البعض يقول أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لعهدة خامسة، البعض يطالب بالتمديد للعهدة الرابعة، البعض يقول أنه أجل الرئاسيات إلى آخر. يعني أين هو موقف السيد شكيب خليل؟ وليس لي موقف، أنا كان لي يعني الشرف يعني أعمل مع تحت الإشراف يعني فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعني ولا سيما في المدة كوزير يعني الطاقة والمناجم. ويعني سياسته كانت سياسة يعني صائبة بالنسبة إلى سد احتياجات، و
يعني تحسين في يعني في طريق السلم والمصالحة كانت عندها يعني أهمية كبرى، وحتى في البنية الأساسية، حتى في بنية مثلاً سد الاحتياجات بالماء الشروب. كثير من الناس ما يعرفوش باللي كنا نواجهه يعني أزمة كبيرة بالماء الشروب، وهذا تقصدون مشاريع تحلية المياه، وهذا هو قراره، يعني قراره هو يعني نمشي في هذا الطريق. ودفع المديونية الخارجية كانت 34 مليار دولار، ولذلك دكتور يعني لو لم ندفع المديونية يعني كيفاش راح يكون خسارنا حاليا؟ كنا نكون في أزمة كبيرة، يعني تكون أزمة اقتصادية خانقة، يعني خانقة، لأن أنت مثلا عندك حوالي نقص يعني حوالي 10 إلى 15 مليار دولار كل سنة، تزيد عليها يعني 5 أو مليار دولار، يعني مشكل كبير، يعني في ظرف 4 سنوات يعني من 2014 تستعمل على الأقل نقوله 40 20 مليار من احتياط الصرف، يعني يروح يروح. ولذلك احنا الان بحوالي نظن 80 مليار دولار، يعني كنا نكون حوالي ممكن 40 الى 60 مليار، وهذا لم يكفي يعني اذا اردنا التواجه. ولذلك لما الناس يعني يتكلموا، انا نطلب يعني الله تعالى ان يحمي رئيسنا ويعني يخليه يعني في نفس المسيره ورعايه الجزائر، يعني لو يترشح الرئيس يعني راح تمشي معاه، واعتقد ان يعني لا يليق لاي احد يقول يترشح او ما يترشحش، هو يعني هو الوحيد يعني الذي يقرر ذلك. وانا قلت في الواد يعني باني يعني مؤيد لاي قرار يعني والاستمرارية يعني للسيد الرئيس، فخامة الرئيس في هذا المجال. ربما مؤخرا يعني شاهدنا وتابعنا الرئيس حركة المجتمع السلمي عبد الرزاق مقري يقول في أكثر من تصريح أنه شكيب خليل من خلال كل تحركاته ونشاطاته وكل ما يفعله منذ سنتين هو نتيجة نية للترشح لرئاسة الجزائر، يعني هو أنه يستهدف الرئاسة. هو حر يعني برأيه ولا أشاطره الرأي. وهل هذا صحيح أم يعني عندك نوايا، عندك يعني طموحات؟ لا، غير صحيح، غير صحيح تماما، أي صح. في مجال آخر يعني هل لو يتم استدعائكم يعني لشغل أي منصب يعني؟ كان موقفي يعني واضح عندما جعت للبلد وقلت يعني باللي أنا مستعد لأي يعني شغل وعمل اللي في إطار يعني التنمية، في إطار التنمية الاقتصادية الاجتماعية للبلد الجزائر. وهل ستطبقون كل هذه الأفكار يعني التي تطرحونها يعني في حال يعني كان عندكم مسؤول؟ لا، ولا حسب المسؤولية؟ لم أعرف ذلك أولا. ثانيا هو الشعب الذي يقرر مثلا ما هو المشروع وما هو الذي نمشي عليه، اللي نمشي عليه، لأن واحد يقدم اقتراحاته ويقدم أفكاره ويكون هناك يعني قرار، وأنا أود أن يكون قرار إجماع في المجتمع المدني، في المجتمع الجزائري، حول برنامج اقتصادي، حول هذا البرنامج كيف نذهب يعني في تحسين الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للمجتمعنا، لأن يعني توصلنا إلى تحسين ذلك بعد 20 سنة. يجب أن نمشي في نفس الطريق بزيادة فيها التحسين، ولكن بطريقة أخرى، عن طريق تحسين استعمال مواردنا البشرية والمالية وربح هذه العملة الصعبة اللي هي الطريقة الوحيدة للاستقلال يعني الاقتصادي وغير الاقتصادي للبلد. سيد شكيب خليل يعني في 30 ثانية يعني ما هي أهم الأولويات اللي تشوفها يعني في المرحلة المقبلة في الجزائر؟ أظن هي يعني أولويات شخصية يعني بالنسبة لي هي يعني خلق فرص عمل، تحسين القدرة الشرائية، حماية الفئة الفقيرة بطريقة مباشرة ونقدية، وربح العملة الصعبة عن طريق تنويع الاقتصاد كي نخطط بطريقة
يعني علمية تطويرنا وتنميتنا يعني في المستقبل. دكتور أشكرك على هذا الحوار وكل هذه التوضيحات وكل هذه يعني الملفات اللي ناقشناها خلال مدة هذا الحوار. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، لقاء الأسبوع الذي جمعنا بالسيد شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة والمناجم. ألقاكم في موعد آخر وفي مناسبة أخرى. أستودعكم الله في أمان الله.